حياكم الله، معكم بسام سعد الدين، وأنا اليوم موجود بمكتب ميراث عشان نشوف مشروع ند الشبا جاردنز. وهذا موقع مشروع ند الشبا جاردنز اللي هو تقريبا دقيقتين بعيد عن شارع دبي العين، 5 دقائق بعيد عن فندق الميدان. موجود هون، هون عندنا شارع الخيل تقريبا 7 دقائق، 10 دقائق عن الداون تاون وبرج خليفة والدبي مول، وبحدود 15 دقيقة عن مطار دبي اللي هو موجود بهذا المكان. وهاي الماستر بلان تبعت ند الشبا جاردنز، زي ما شايفين انه هون المدخل عنا، مدخل المشروع، وهون عنا الكوميونيتي سنتر. طبعا الكوميونيتي سنتر اللي بيكون فيه اهم الاشياء اللي تخص الكوميونيتي زي سوبر ماركت، حلاق مثلا، بيكون فيه كمان كلينيك ومحلات صغيرة يعني تخدم الكوميونيتي. وعندنا هون المسبح، مسبح للصغار والكبار والباربيكيو اريا. وزي ما شايفين انتوا هون الكوميونيتي، في عندنا تاون هاوسز، في عندنا نوعين من التاون هاوسز زي هدول مثلا هون G+1 G+2 سيمي ديتاشد وفيلاز. اللي بيميز كتير هاي الكوميونيتي المساحات الخضراء الموجودة فيها زي ما انتوا شايفين، وكمان موقع الكوميونيتي. الكوميونيتي موجودة بمنطقة ند الشبا. منطقة ند الشبا تعتبر واحدة من أهم المناطق بدبي، وقريب كتير على الداون تاون زي ما شفنا باللوكيشن. وزي ما انتم شايفين كمان بالكوميونيتي هاي المساحات ما بين الفلل شوي كبيرة عشان يكون في خصوصية أكتر ومساحات خضراء أكتر. هذا شكل السيمي ديتاشت. الكوميونيتي فيها تاون هاوس وسيمي ديتاشت وفيلاز. هون شايفين كيف في عنا شبابيك كبيرة عساس تأمن إنارة أكتر لجوا الفيلا أو التاون هاوس. هاي سيلينج، كلهم فيهم هاي سيلينج، والدرج موجود على الطرف عساس أنه كمان يعمل مساحة أكتر جوا التاون هاوس أو السيمي ديتاشت فيلا. وهذا التاون هاوس كمان نفس الشيء. نحن حيكون عندي فيديوين كمان بشرح فيه اللي أوت. هلا هذا كان بالفيز الاول، الطرح الاول. الطرح الثاني ان شاء الله حيكون قريبا، لسه ما خبرونا ميراث متى. هلا مثلا هاي الاربع غرف تيجي G+2، الاربع غرف كمان في مساحات كثير للاناره زي شبابيك من هون عن الطرف. طبعا سعر الجاهز منها بالكوميونيتي اللي جنبها تقريبا بوصل 15 مليون، وهاي بحدود 8 مليون. وهاي الخمس غرف كمان نفس الشيء، هاي سيلينج، دبل هاي سيلينج، G+2، مساحتها بتكون تقريبا 5600 قدم. هون سعرها بيبدأ من تقريبا 12 مليون. بالكوميونيتي اللي جنبها تقريبا سعرها بحدود 20-22 مليون. وبميز كمان هاي الكوميونيتي انه المطور تبعها ميراث غير الموقع، ومطور ميراث وسعره جدا مناسب، حتى خطة الدفع تاعتها جدا مناسبة. طبعا هذا كان باختصار عن مشروع ند الشبا جاردنز اللي حيصير في طرح جديد قريبا من ميراث. طبعا اللي بميز هذا المشروع الموقع تبعه، السعر، خطة الدفع تبعته اللي كتير سهلة، والمساحات الممتازة، وطبعا المطور ميراث اللي هو غني عن التعريف، مطور جدا ممتاز في دبي. حيكون عندي فيديوين كمان اشرح اللي اوتس تبعت التاون هاوسز والفيلاز بفيديوين مختلفين. واذا حابين معلومات اكثر وتفاصيل اكثر طبعا ممكن تتواصلوا معي. كان معكم بسام سعد الدين.